لكن لو نصوت هنا إن شئتم على من تعتقدون أنه الشخصية الأهم والأبرز خلال هذا العام من بين الشخصيات التي ذكرناها، لو نبدأ معك فاطمة لربما. يعني أنا لازلت على المستوى السياسي أرى أن تميم أحدث تغيير جدا كبير على المستوى العالمي وعلى المستوى العربي، لذلك يعني أنا أذهب مع تميم. ولكن على المستوى الرياضي والشخصي أنا أرى المايسترو روجر فيدرير هو شخصية العام، خسر وظيفته، خسر آخر لعبة لعبها، ولكن مع ذلك ولم يعني يخسر، هو اعتزل ولكنه في نهاية المطاف خسر وظيفته. وسام أنا وإياك نذهب إلى العمل في كل صباح، روجر فيدرر لن يشارك في البطولات. حتى أنا حرص وأنت يمكن أن نبقى في البيت، حرص بيلدون لم يقوموا بإدخاله إلى الملاعب، يعني ماذا تريد أكثر من ذلك؟ يعني وسام أنت تتحدث، لذلك هذا ما رأيي الشخصي. هذا العام كان مليء بالشخصيات، وتحدث هنا الزملاء عن عديد من الشخصيات بالفعل السياسية البارزة في كل المحافل، ولكن برأيي الشخصي مرة أخرى أريد وأن أكرر انضم إلى الزميلة فاطمة باختار شخصية رياضية هي ميسي، بسبب عظمة هذا اللاعب والطريقة الكلاسيكية التي أحضر فيها قاد منتخبه ورأينا ربما وجه هذا السؤال إلى علي، لماذا لا يكون إيلون ماسك لم نتحدث عنه بعد أن استحوذ على منصة تويتر وكل هذا الجدل حول ثورة يمكن أن تحدث في منصات التواصل الاجتماعي؟ لا، الثورة مهمة التي قام بها وارتداداتها سنشاهده باعتقاد في الأشهر والسنوات القادمة. لو لم يعني يضعني الزملاء هنا في الزاوية باختيارهم شخصيات رياضية لكنت اخترت بوتين، هذا القيصر الذي يحارب العالم بأسره، ولكن أريد أن أفكر مثلهم وخارج العلبة. شخصية العام بالنسبة لي هو كل لاعب في المنتخب المغربي بشار. تفضل أدهم. بالنسبة لي شخصية العام هو الأمير تميم بن حمد، أعتقد يعني حتى في الشق الثقافي يعني دعنا نقول بأن رمزية البشت التي يعني تم يعني إعطاؤها ليونيل ميسي هي أيضا دعنا نقول هي الاستثمار الحقيقي أو المعنى المخفي من المونديال، شرح الثقافة العربية وإعطاء الصورة الحسنة أيضا للعالم بأن هناك ثقافة في الشرق وأيضا حضارة في الشرق وأن هناك دين إسلامي لديه أخلاق، وأعتقد بأنه نجح بكمية المؤثرين والتأثير على مستوى العالم. وأنا شخصيا أعتقد أنه تشي جين بينغ الرئيس الصيني بالأخص هذا العام والذي نشهد فيه هذه الاندفاع القوية للصين للمجيء إلى المنطقة، ربما تخالفونني الرأي لكن هذا على الأقل رأيي الشخصي. أشكركم أدهم حب الله وعلي واكد وسام كبهة فاطمة خميسي، وكنت أنا المدير لهذا الحوار بشار صغير. أتمنى أن يحمل العام الجديد العام 2023 كل الخير للمنطقة ولكم مشاهدين. نهاية هذه الحلقة الخاصة، إلى اللقاء.